شهدت مملكة البحرين ومعظم دول العالم مساء أمس الجمعة خسوفا كليا للقمر، هو الأطول في القرن 21. أبهر أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21 مشاهدي في مملكة البحرين ومعظم دول العالم. هذه الظاهرة الفلكية النادرة دفعت المئات من البحرينيين إلى ترقب القمر بشغف للتعرف على هذه الظاهرة الفريدة، حيث شهدت سماء المملكة خسوفا كليا للقمر مكث حوالي الساعة و43 دقيقة، فمن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط ومن الكرملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض. في الوقت نفسه صاحب خسوف القمر اقتراب المريخ من الأرض أكثر مما حدث في عام 2003، وشهد بعض المتابعين ما يبدو أنه نجم تراوح لونه بين الأحمر والبرتقالي، وهو في الواقع الكوكب الأحمر المريخ. ولم يتسن مشاهدة الخسوف في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء المحيط الهادي، ومن المتوقع أن يحدث خسوف القمر المقبل لنفس الفترة الزمنية عام 2123، وتحدث ظاهرة خسوف القمر عندما يقع على خط واحد مع الشمس والأرض، وكان أمس القمر بدرا ودخل في ظل الأرض جزئيا ثم كليا ثم خرج منه تدريجياً.